لا لا ايه ده بقى، لا لا معلش، لا مش قدام المحل، معلش بعد اذنك انت وهو يلا، مش قدام المحل. ايه ده خلفه لقوا. هاي شباب، معاكم تفجير وتدمير وحلقه جديده من لعبه انترنت كافي سيميليتر. انترنت كافي سيميليتر انجليزي ده يا مرسي. يلا يا جدعان، انا مش ناسيكم يا جدعان، كل يوم كل ما انزل فيديو يا فادي عايزين الانترنت كافي سيميليتر، انترنت كافي سيميليتر. حاضر يا جدعان، مش ناسيكم، وروني بس كده لايكات يا جدعان. بصوا، مجرد ما يجيب الالف لايك هنزل بالحلقه اللي بعدها على طول، اللي هو يعني عايز اقول لكم مفيش تفاهم على طول، ويشيروا الفيديو بقى يا جدعان، واللي مش مشترك اشترك يا ابني، اشترك يا ابني يا حبيبي يا ابني. يلا يا جدعان نشوف اكل عشنا يا جدعان. انا ساب المحل بتاعي بقالي اسبوع ولا 8 ايام، معرفش ايه اللي حصل في المحل، ممكن يكون له حراميه سرقوه ولا ايه اللي حصل. تعالوا كده نشوف يا جدعان. ايه ده، حاطط فانوس في السقف ولا ايه؟ بالذمه بالذمه بالذمه، بصوا الاسانسير بينزل ازاي يا ابني، الاسانسير معوق. ايه يا عم انت عايز تضربني ولا ايه؟ ده الراجل ده واقف لي ليه على باب العماره كده؟ ايه يا عم، لم عضلاتك ده علينا يا عم. طيب ايه وانت يا عم الحق؟ ايه ده، ايه ده، في ايه، في ايه ده؟ الراجل بتاعي شغال، الحارس الخاص بتاعي، البودي جارد. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، ما تقلقوش. انت ايه يا جدعان، الصيف اجا ولا وانت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه يالا، بتعمل ايه يالا انت هنا؟ هو الناس في المدينه دي غريبه كده ليه؟ الناس بتعمل كده ليه يا جدعان؟ بشوف حاجات غريبه والله. انا المفروض بقى اكون حفظت محلي بقى، انا ممكن اروح. ايه ده، اه طب ما نجيب نشتري حاجه. انا معايا كام دلوقتي؟ ايه ده 500؟ ايه ده يا جماعه، اه ما قافل المحل بقى لي 8 ايام ما كسبتش حاجه والله. لا انا عايز بدل ما اشتري من الزمازور، يعني شوفوا دي ب 116 دولار، طب هناك بكام؟ مش عارف والله، اشتريها بقى وخلاص، مع ان دي الكيسه الرخيصه اللي بتولع، دي الكيسه اللي بتولع يا جدعان، مش مشكله. ايه ده، اوب 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 اوب، الراجل قاعد يخرب بيتك يا ابني الايه ده، هو اللي مشغل التلفزيون وعمال يتفرج على الرقصات. سوبر ماركت الهادي، هادي ايه بقى، هادي ايه بقى، هادي ايه بقى؟ طب البنت دي فعلا بترقص قدام سوبر ماركت الهادي ولا مش عارف انا فين سوبر ماركت الهادي ده؟ ما علينا ما علينا. يلا يا عم، مع بعد اذنك عايز اشتري، عايز اشتري طفايه. الطفايه خلصت؟ ما خلصتش، هشتري سبراي بس. ايه ده، اه كويس، مش بشيله في ايدي، انا فكرت اقعد بقى شايل السبراي في ايدي واروح بيه المحل، لا هو اوتوماتيك هيبقى موجود في المحل. عايز اشتري اسطوانه برضو، ما اعرفش اعمل بيها ايه. كويس، كل ده اكيد هيبقى، اكيد هروح على ايه هناك، اكيد الحاجات دي كلها هروح على ايه هناك. طب الشنطه هستفاد بيها ايه؟ انا هاخد شنطه اعمل بيها ايه؟ انا مش في بابجي، هو انا جاي الوت هنا؟ احنا جاي نلعب بابجي. لا مش هجيب شنطه، ايه ده لا في ار لسه، لسه احنا لسه محل على قدنا. ممكن اخد مثلا كيبورد سودا، لا ناخد كيبورد دي من رخيصه، انا لسه محل على قد يا جدعان، انا محل على قد، ما اقدرش على التكاليف العاليه دي. وعايز ماوس تعبان من ابو بكره ده، اه ماشي. وعندك ايه تاني يا عم الحاج؟ بدا، ما الزباين يحركوا اللي بتاع على الخشبه وخلاص، هو لازم بدا يا عم، مش جايب بدا يا عم، وحتى لو ادوني تقييمات وحشه مش فارق معايا، انا اجيب بدا ليه؟ اللي عايز بقى يجيب بدا يجيب اي حته كرتونه هو جاي من بيته وخلاص، انا مال انا. الله اهدى، هات الكمبيوتر. انا حتى الكمبيوتر ما بشيلوش في ايدي، وممكن اشتري كرسي من الرخيص ده، انا دفعت كتير يا جدعان، كفايه. ايه كفايه، مش هدفع يا عم انت، ما لقيتش الا هنا وتيجي تنام. ايه ده، يلا طيب اروح المحل بتاعي، حاسبه كده يا جدعان، عايز اروح اشتغل، عايز اروح ارزق، عايز اروح استفت. انت يا عم عارف لو جيت محلي وحياتك بقى، خد. ايه ده، انت ايه يا عم؟ امال مفخخ على ايه بس؟ ده انا اديته يا جماعه، انا عملت له حاجه ده يا جدعان؟ انت يا عم مش لسه ضربك؟ بس احسن اخد مخالفه صعبه اضربه في الشعب، بس الراجل مفخخ. ايوه رأ. طب انت بترقص، احنا قافلين المحل يا عم، كنت وفر. ايه ده المفخخ ده اترسب فجاه ازاي؟ طيب طب وانت يعني انت بترقص، طب وفر طاقتك
يعني وفر طاقتك، انت عمال تهز طول اليوم كده، ما هو مفيش حد، مفيش زباين، مفيش اصلا، قافلين المحل يا عم، افهم يا حمار افهم. بس ده بندا مش حمار يا زفت، افهم. ايه ده، البت دي معجبه بالبودي جارد بتاعه ولا ايه؟ لا معلش، بس هو لا يعني ايه يا عم، ايه تاخد الجو مني ولا ايه؟ ده البت جرت. انت يا بت، تعالى يا بت، طيب نفتح المحل يا جدعان، محل ابو سمره. لا ايه ده، فين الله، هو الحاجات اللي انا اشتريتها دي فين يا جدعان؟ الله الحاجات دي انا سرقت. الله ايه ده، هي الحاجات دي فين؟ ايه ده، ما الله انا ما الله الحاجات دي، الله الحاجات دي، الله الله ايه ده، المحل ضحك عليا. الحاجات فين انا اشتريتها يا جماعه؟ انا مش قدامكم اشتريت حاجات؟ انت يا عم حاجتي فين يا عم؟ انت يا عم يا مسطول، انت يا مجنون، انت يا عم ايه ده، ممكن ابيع حاجات هنا لو انا في حاجات مش مستخدمه، مش محتاجه، لو حاجات مش محتاجه. بس فين حاجتي؟ فين البضاعه يا جدعان؟ لا انا اشتريت والله يا جدعان، انا سرقت يا جدعان، انا سرقت، مش لاقي البضاعه. طب دي هتجيلي بالجمل ولا هتجيلي بايه؟ فين يا جدعان؟ طب ازاي؟ طيب يا جدعان انا سرقت يا جدعان، سرقت الزرقات. بتاعتي فين؟ حاجتي فين يا جدعان؟ ايه يا بودي جارد، اتعامل. عاش والله يا بودي جارد. طب الطلقه ما موتتش الدب ده ازاي؟ والناس اللي قدامه ده ما ماتوش ازاي؟ وضرب عليه ازاي كده الطلقه؟ يمكن الطلقه يمكن الطلقه يمكن الطلقه نطت كده. يمكن الطلقه نطت كده. يا جدعان الراجل ده نصاب. انت يا عم، انت يا عم حاجتي فين يا جدعان؟ الراجل نصب عليا. هو انا لازم اخد شنطه عشان احط فيها الحاجات دي؟ يبقى انا بشتري الشنطه عشان احط فيها الحاجات دي واروح بيها المحل. طب انا كده هحتاج بكبك. ايه ده، ما اقدرش اشتري شنطه اصلا، ده الشنط غاليه جدا. الله، طب معنى كده ان الحاجات اللي انا اشتريتها دي راحت عليا؟ لا ما تهزروش. وايه الحاجات دي؟ ايه ده، ده اللعبه في المره دي فيها حاجات كتير قوي. ايه كل ده؟ الاردن اولا، ده في الاردن، اللعبه في الاردن. يا حضر الظابط، يا حضر الظابط، الراجل ضحك عليا. يا حضر الظابط، يا حسب يا ترامب كده انت، يا حضر الظابط، الراجل ضحك عليا. يا حضر الظابط اسمع بس اقول لك، يا حضر الظابط، الراجل ضحك عليا يا عم، الراجل ضحك عليا، نصب عليا يا عم. البضاعة بتاعتي ما جا يا عم الظابط، انت يا عم يا حضرة الظابط، الراجل ضحك عليا، ما في بضاعتي فين؟ زي ما وصلها ليش المحل؟ رياضي قوي يا اخويا، فلوسي راحت يا جدعان، فلوسي راحت. يلا بقى هعمل ايه؟ يلا خلاص خلاص، يلا يلا معلش، يلا يلا اللي حصل نصيب، النصيب بقى النصيب، اتضحك عليا انا، اتنصب عليا يا جدعان. يلا طيب، عايز اقعد على الكمبيوتر ده، انا خسرت كتير. الكمبيوتر الخربان ده يخرب بيته، الكمبيوتر الخربان ده يخرب بيته. طيب المفروض نفتح ايه ده، ده انا قربت اقفل، ده انا قربت. طب هنفتح نرزق كده اي حاجه على بال ما، والله ما يعني انا مش عارف اقول ايه. طيب طب الحاجات، انا معيش فلوس حاليا، معيش فلوس، كان لازم اشتري شنطه الاول. طب يعني كده انا مش عارف اقول ايه والله يا جدعان، والله ما عارف. طب خشوا يا جدعان، انت يا عمي اللي بترقص، انت الراجل راح فين؟ ايه ده راح فين؟ مش عشان قربنا نقفل ولا ايه؟ الله، ولا ما خدش مرتب؟ الله ممكن يكون ما خدش. لا يا ابني يا ابني، دخل تسرق يا ابني، يا ابني تعالى تعالى، دخل تسرق، راح قلت حاجه يلا، ده لسه بيضحك عليا يلا، لسه بتصب عليا يلا يا عبيط. ما فيش عين موظف يجي يرتب لي المحل تاني. بس بصراحه انا تعبت في ترتيبه والله يا جدعان، مش كفايه يا عم. هو الحرام العبيط ده، العب يا عم، العب يا عم، محتاجين فلوس يا عم. والحرام العبيط دوت يعني، طب يبهدل لي الحاجه ليه؟ ما تسرق بنظام، ده انت رخم يا اخي.
يلا خش العب يا حبيبي، خش خش يا جدعان، عايزين فلوس يا جدعان. ولازم اقفل، المفروض اقفل دلوقتي. طب هقفل والناس لسه جايه، هقفل عشان ما اتغرمش. هقفل بس، طب ما مش كده، معلش يلا. ايه مالك؟ قفلنا قفلنا يا حبيبي، خلاص قفلنا يا جدعان، قفلنا يا جدعان، امشوا بقى. هقفل عليكم والله، لو ما مشيتوش هقفل على اهو اهو. يلا خلاص، اما اجي بقى بكره بقى افتح لكم. اهدى، هتقمي يبقى ايه الراجل؟ الراجل اختفى ازاي ده؟ انت يا عم امشي بقى، امشي يا عم خلاص. يا جدعان يا جدعان، قفلنا المحل خلاص يا حبيبي، امشي بقى. قفلت الكهرباء، انت بتشتلعب على ايه؟ ولا هو الاركيد ده بالبطاريات ولا ايه؟ وازاي انا طفيت الكهرباء والكمبيوتر لسه منور؟ بيشتغلها دي ولا ايه يا جدعان؟ انا طب مش طفيت الكهرباء قدامكم؟ انا هقفل المحل من بره واقعد في المحل ايه اشتغل شويه، لان انا مصلحتي باظت، اكل عيشي اكل عيشي باظ، والموظف فين اللي كان بيرقص بره؟ يعني الراجل معيش شنطة، قلت له خلي الحاجة عندك في المحل وهرجع اخدها منك تاني، ارجع على ايه سرق الحاجة؟ ماشي خلاص. فين الزمازور؟ الزمازور لا مش هقدر اشتري دلوقتي حاجة، لان لازم اعمل حساب مرتبات الموظفين. هستنى بقى لحد ما تيجي الساعة 9 وافتح المحل، هفتح المحل من دلوقتي اهو. اه ماشي، اه لازم افتح الباب الاول. هو بالمنطق صح والله، يعني المفروض ان فعلا ده حقيقي. هفتح المحل، يلا يلا بسرعة. الكهرباء قفلت ازاي؟ انا لسه فاتح الكهرباء، في قفلة ولا ايه؟ الله، الراجل اللي بيرقص ايه اهو، يبقى خد مرتبه بقى. الله يا جدعان، كل ما افتح الكهرباء بتقفل، انا في ايه عندي في المحل ده؟ معيش فلوس اجيب كهربائي. يا جماعة الدنيا لطشت معايا خالص يا جماعة، المحل بتاعي باظ. يلا يا جدعان تعالوا يا جدعان، معيش فلوس يا جدعان، تعالوا يا جدعان عشان خاطري. انت يا عم ارقص عدل، يا عم ارقص عدل، اجيب لك طبلة. تعالوا يا جدعان نوروني في المحل يا جدعان، ارقص يا عم، انت بتسكت ليه كده؟ ارقص، خش يا باشا، خش يا باشا، خش. عندنا العاب حلوة والله، انا بكذب، انا لا، عندنا العاب حلوة، عندنا. تعالي يا انسة اتفضلي. يعني انت يعني بتاع الخضار احسن مني في ايه؟ طيب ما تخش عندي، عندنا العاب حلوه. انت يا عم مش بديك مرتب انت عشان ترقص تجيب زباين ما بيجوش ليه؟ انت يا عم تعب والله من كتر الرسمه، قلت لك ما ترقص بالليل، قلت لك ما كنت انا يعني قلت لك ما ترقص لما نكون فاتحين المحل. يلا خش يا باشا، خش يا باشا، اتفضل يا باشا. اه انت زعلان عشان المكان؟ هنضف هنضف اهو المكان. بابا 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 ايه بس، بابا 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 ايه بس. يا جدعان مفيش حاجة اصلا، انا كناس. اه ما هو اثار الرجلين دي. خشوا يا جدعان. لا لا ايه ده بقى، لا لا معلش، لا مش قدام المحل، معلش بعد اذنك انت هو، يلا مش قدام المحل. ايه ده خلفوا لحقوا لحقوا؟ ايه ده لحقوا يا جدعان؟ ده لسه. والله اللعبة دي حوار. ايه ده بتاع الكمبيوتر؟ ما قابلتلوش ال بتاع الكمبيوتر. استنى هقبل لك اهو، 30 دقيقة. ماشي ماشي يا عم. المشكلة هيلعب ايه؟ مفيش ألعاب أصلا، بس معيش فلوس أجيب ألعاب، معيش فلوس أجيب ألعاب. بابا 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 ايه؟ هات يا عم، هتدفع كام؟ اللي تدفعه بقى. دولار ايه ده؟ ما حصلش 2 دولار حتى. طب اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا، الاركيد حلو؟ ابا ما ايه ما بعكسهاش والله. ايه ده يا جماعه ده ما بعكسهاش؟ ايه ايه ده حرامي؟ اه فكرته حرامي. خش يا باشا، خش يا باشا، خش يا عم، عندنا لعبه حلوه. انت عم بتلعب الرياضة ولا بتلعب؟ بابا بابا هو في ايه طيب؟ ايه ده 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 ايه ده طيب؟ دي لغة، دي لغة ايه ده؟ ده هندي، ده هندي ده ولا ده ايه؟ عشان مش فاهم والله. الراجل اللي قاعد على الكمبيوتر ده، يا اهلا وسهلا.
يا لا التطبيق ده لازم يفضل مفتوح كده على طول. ايه ده؟ مش ده بتاع لا مش بتاع الكمبيوتر. لا 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 ايه يا باشا بتفتح ايه؟ لا انت طفيت ايه؟ مش معنى بقى ما جيت لك طفيت، انت قفلت اللي كنت فاتحه ليه لما جيت لك؟ كنت فاتح ايه بالظبط بقى؟ انا شاكك في الراجل ده يا جدعان. ايه ده بيدفع الله؟ ده الدولارات بجد؟ 10 دولار دي؟ هات. طب هات يا باي. مش عارف ايه ده، بس ده 10 دولار 8 ازاي؟ ده كان مكتوب على 10 دولار والله. الظاهر الراجل قال لي اسيب له 2 دولار يروح بيهم ولا ايه مش عارف. اتفضلوا يا جدعان. ارقص يا عم، انت هبطت ولا ايه؟ ازود لك المرتب؟ طيب ده الحرامي ده، انت ده منكمش من البرد. بص يا جدعان ده مدخر راسه كده. ارقص عدل. ايوه يا جدعان، يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالحبايب، يا اهلا بالحبايب. يا سلام ازوي. ايه ده؟ في واحد عملها على نفسه. واحد عملها على نفسه بيقول لك لا لا مؤاخذه يخرب بيتك، استنى طب معيش اسبراي ده كده الزباين قرفانه من الريحه. عملها على نفسه. يا لهوي. عايزين التطبيق ده. ايوه 3 ساعات. اتفضل يا باشا. طيب التقييمات زفت خالص يا جدعان، التقييمات زفت زفت خالص. انا كسبت شويه اهو، ممكن اجيب اركيد كمان، مع ان انا المفروض ما اشتريش حاجه لما اوصل 1000 دولار على الاقل، بس هشتري هشتري. هعمل ايه؟ هشتري مشتري. اتحط في الباسكت، الباسكت اهي. يلا 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 يا عم الجمل. يا ايه يا ترامب؟ رياضة دي يا ترامب ولا ايه؟ انت فعلا تخين عايز تخس يا ترامب. لا والجمال جاي على مهله قوي، يخرب بيتك ده انا خسرت يا عم. تعالى يا عم تعالى يا عم، ده انا خسران يا عم. شارع التوحيد، منطقة البيادر، حي نزال، مش ايه ده؟ الله الراجل ده جاي على مهله قوي ليه؟ انت يا عم انت يلا يا عم عايزين نشتغل، يخرب بيتك. ما يلا يا عم نزل يا عم. اه ايه بقى؟ ايه ده؟ انت جاي على مهله قوي يا اخي. الله انت الراجل بيدفع. تعالى حبيبي تعالى تعالى. 49 دولار؟ ايه ده ليه؟ كتر خيرك والله. معلش يا انسه هحط اركيد وراكي عشان بس الزباين تيجي تتبسط. الزباين عن سن الزباين. ايه ده البت دي انا ما شغلتلهاش المده. الراجل دفع 49 دولار عشان قعد 3 ساعات. طب والله حلو، ده عايزه تقعد ساعة. في ايه في ايه في ايه؟ الراجل مشى ليه؟ الراجل معنى ان الراجل مشى يبقى المفروض اقفل بقى. هو انت الله الراجل ما بيقعدش معايا بالليل ليه يا جدعان؟ بيمشي قرب ميعاد ما اقفل، بيمشي قبلها بساعتين. طب ما تكمل معايا اليوم يا اخي. التقييمات اي ريكومند باي فان. والله الجو ساقع، اشتري لك مروحه ليه؟ الجو ساقع، انا قاعد متكتك من البرد اهو. الجو ساقع اشتري لك، انت ما بتحسوش بقى. بقول لك الافضل اشتري له مروحه، اجيب الافضل اجيب مروحه. مروحه ايه يا عم؟ ايه ده؟ شكرا. ايه ده بداوا يدفعوا كتير ليه؟ انا عملت ايه؟ كتر خير الدنيا كتر خير الدنيا. نقفل بقى المحل. ماشي. اطفي الكمبيوتر ازاي؟ ايه ده؟ الله ممكن اعمل له شوت داون. يا سلام. طب حلو عشان الويندوز ما يضربش. مش ناقصه مش ناقصه. يلا ونطفي الكهرباء. هروح انام بقى شويه، هروح انام واجي وارجع تاني. هختصر اخش من هنا. ايه ده؟ بص الاختصار. ايه ده ليه ليه ما عملتش حاجه؟ انا بجري والله عادي. لا ما عملتش حاجه، انا بجري عايز اروح انام. ايه يلا. الله ده صوت صوت ضرب النار جاي لهنا. عايز اشيش كده بس قبل ما انام عشان ايه؟ عشان المزاج بس. يلا انام سليبنج. ايه ده يا ترى؟ هل لما بنام ال9 ساعات يعني بيروحوا بسرعه؟ بصوا بصوا السايبر بتاع روحه كده. خلاص حفظت انا الطريق كده اهو. ده حاسب يا عم، حاسب يا حاج. يا عم انت بترقص، انت نشيط قوي. بيرقص وانا لسه ما حتى ما اقول ايه بس. طيب انا الوقت لازم اكنس، لازم اكنس الاول. لما اختري كده ويبقى معايا فلوس اجيب حد يكنس لي المحل. بس اما بقى
اما بقى انا بتتخرب بسبب الراجل اللي نصب عليا ده، بس انا مش مسامحه. ان شاء الله المحل بتاعه يولع. يا ابنل يا ابنل، يلا يخرب بيتك يا عم، بوضبته بالعافية يا عم. يا زفت انت، سرقت ايه يا زفت؟ كرسي يا رخيم يا عم، انا بوضب المحل بالعافية وبتعطلي وسختلي المكان، يخرب بيتك. واي ما اقدرش يعني اقعد على الكمبيوتر من جنبنا. اه يلا، ده اليوم ضاع، فعمال اوضب في المحل اليوم ضاع. يعني يبقى معايا بس 1000 دولار ابدا ايه اظبط الدنيا. اتفضلوا يا جدعان. يا عم انت ارقص بضمير بقى يا عم، الواد ده شكله هاكر، هيخش يهكر لي الاجهزه، هيخش يهكر لي الاجهزه ولا ايه؟ ايه ايوه كده، لا دخل يلعب خلاص براحتك يا باشا. ايه ده؟ الله، انا خدت الاركيد منه ليه؟ مش عارف، انا اسف يا باشا، معلش. تاخد فلوسك تاني ولا ايه؟ خلاص هو مسامح، هو مسامح، مفيش مشكلة. ايه ده، الزباين بدأت تهل اهي يا جدعان. ايوه يا جدعان ايوه، ارقص بضمير يا عم، الله يكرمك، ارقص بضمير. استني يا ستي هشغلك ليميتليس. اه نجهز العصاية بقى، نجهز العصاية بقى، عايزة مدة مفتوحة، شكلها نصابة بنت ال، انت عايزة مدة مفتوحة بتعملي ايه؟ اه اتفرج على الطبيعة. طب اعملي اشتراك في قناتي، اشترك في قناتي، اشترك في قناتك. يا اهلا يا باشا، منورنا والله يا جدعان، يا اهلا بالاحباب، ارقص بضميري. يلا اللي اخده مدة مفتوحة دي ايه؟ الطبيعة عجباكي قوي؟ طب غيري الفيديو. طيب يعني هو في مشكلة في النت ولا ايه؟ بصوا يا جدعان الفيديو واقف على بدايته ما بيتحركش. والله طالما الست مبسوطة خلاص، يعني أنا يهمنا راحة الزباين. بقول لك إيه؟ بقول لك إيه؟ أه. بعدين أنا ممكن أضرب بإيدي بعد كده، خد بالك أنا مش هجيب لك عصاية، هضرب بإيدي. لو دخلت على عارف، لو دخلت المحل بتاعي هاتك بسايبك. أنا بدي بالبواني، ما بتفهمش. أنت بتلعب رياضة ولا إيه؟ إيه؟ أنت بتلعب رياضة ولا بتتفرجي على الكمبيوتر بالظبط، ولا بتعب بيبي إيه؟ التقييمات وحشة. واحد راح بيتي يعمل حمام. الناس طب اصبروا، هعمل لكم طب مبوله جنب الاركيدات هنا. طب الله اهدى، اتفضل يا باشا. ايلون ماسك، ايلون ماسك، تعال العب يا ايلون ماسك. لا وعدك لا تيجي تلعب، وعدك لا تيجي تلعب، وعدك لا تيجي تلعب. طب اعمل تويت على المحل بتاعي، اعمل تويت على المحل بتاعي عشان نتشهر. يا ايلون ماسك، يا ايلون ماسك، وعدك لا تيجي، وعدك لا. طب اعمل تويته. يعمل تويته ايه؟ هتدفع كام؟ 84 دولار. عايز ابقي تعالي تاني، ابقي تعالي تاني، ده انت زبون عسل. اتفضلوا يا جدعان. لسه ايوه، هي الساعات الاخيره دي الناس تحب تيجي بالليل في الروقان. 3 ساعات يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضلوا يا جدعان. التطبيق ده نزله تحت، ما ينفعش اقفله ده. اتفضلي. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايلون ماسك عمل تويت يا جدعان، انقذ لي المحل اللي عمال يجي لي زباين. شكرا ايلون ماسك. الراجل ده ما بيكملش اليوم ليه؟ مش فاهم، عايز مرتب زياده ولا عايز ايه؟ طيب اخبار التقييمات ايه؟ زفت، الناس كلها عماله تعملها على نفسها. طب انا ذنبي ايه؟ It would be great if there is a toilet. طب ماشي، مش معنى ان مفيش تواليت ان انت تعملها على نفسك يعني، احنا ذنبنا ايه هنا يعني؟ تعرف الزباين ليه؟ ايه ده؟ يا اهلا يا ترامب، اتفضل يا ترامب. لا حرامي؟ اه العب. آه. انا فكرت الولد ده جاي يسرق. ايه مش عارف اخد منك الفلوس يا عم. 74 دولار عاش. ايوه يا جدعان هي دي الفلوس يا جدعان. ايوه كده يا جدعان، مش اللي بيديني 2 دولار ومش عارف ايه ده. انا هقفل بقى المحل خلاص عشان ما نتغرمش، نقفل بقى الكهرباء. تمام، هروح انام بقى.
لا لا لا، اتحشمي يا بت، اتحشمي يا بت. يلا اروح السايبر بتاعي. سايبري، ايه ده، انا سايب المحل مفتوح؟ انا قفلت المحل، ما سبتش معقوله؟ لا يكون حاجه اتسرقت، انا سبت المحل مفتوح ازاي؟ خلاص المحل كده نضف، نشغل الكهرباء. هفتح بسرعه. عايز اعين بتاع ده، الراجل اللي هو بيحميني من الحراميه ده، بيحميني بس من اللي هو الجارد ده اللي بالرشاشه اللي بره ده، عشان المفخخين بس، انما والهجمات يعني اللي هو المفخخين، ما فيش هجمات الا المفخخين، انما ده بقى البونصر ده اللي هيحميني من الحراميه والزباين اللي ما بتدفعش. هديله مرتب 260 ماشي، بس اهم حاجه ان انا ما اقلش على 1000 دولار، يعني هصرف بالعقل عشان ايه. طبعا ده مهم جدا، لان الحراميه كمان المشكله بيشقلبوا لي المحل. يا لا لا، بصوا بودي جارد جامد فعلا. خد. طب اقف انت على الناحيه الثانيه عشان تبقى باين كده ان الدب ده مش مخليك باين، انا عايز الزباين تخاف. يا عم المهزأ، انت بترمي الكوبايه عندي ليه؟ ما ترميها بره يا عم. اتفضلوا. في ايه؟ ما ترقص يا عم. الله، البودي جارد، ايه ده، البودي جارد ضرب، ايه ده، البت دي ما دفعتش. الله ينور، هو ده الكلام، البودي جارد راح ادالها بنيه على طول، بدل ما انا اجري وراهم في الشوارع عشان احط فلوسي والظابط يبهدلني ويغرمني. لا، في كتير ما بيجوا. ايه ده، انا مش متابع حراره المكان يا جدعان. 25 ده كويس ولا وحش؟ انا مش عارف. طب هما بيشتكوا من ايه؟ ما انا اشوف هما بيشتكوا من ايه. نيد باي فان، عايزين مروحه ديستنجو. ايه ده، التقييمات وحشه ليه؟ طيب في ايه تاني مشكلتكم؟ ايه الريحه، الريحه، ما انا مش هقدر اشتري حاجه الوقت عشان الراجل بينصب عليا، الراجل اللي عنده الريحه ده بينصب عليا، لازم يبقى معايا شنطه، انا مش هقدر اشتري شنطه دلوقتي، فمعلش استحمله بقى. ما هو الزباين اللي بيعملوها على نفسهم، هم اللي عاملين الريحه، انا اعمل لكم ايه؟ الزباين كل زبون يجي ما يلاقيش حمام يقول لك عم اعملها على نفسي. طب انا، احنا كمحل ذنبنا ايه؟ احنا كمحل في مين طفى النور؟ الله، طب انت بتدفع لي ليه؟ ما تدفع لي البودي جارد، مفيش حد يجي. لا استني استني استني، ما خدتش الفلوس، استني اضرب يا عم. ايه ده، قالت لك ده مش عايز فلوس ولا ايه؟ قامت ضربت على الفلوس ومشت. ايه ده، انا ما خدتش منك الفلوس، استني. الله، عشان ما خدتش منك الفلوس هتنصبي عليا؟ لا، البودي جارد. الله ينور يا عم الحاج. ايه ده يا جدعان، لا الله، يعني عشان ما خدتش منها فلوس تنصب عليا؟ ده ايه ده؟ ايه، اتفضلوا اتفضلوا يا جدعان، اتفضلوا نورونا. طب الكهرباء مقفوله، انتوا بيلعبوا ازاي والكهرباء مقفوله؟ ده بيدفع يعني، دفعوا مش عارف، مش عارف اقول ايه. طب قولوا لي الكهرباء مقفوله، طيب قولوا لي الكهرباء مقفوله، شغلها لكم. انا كده قربت اقفل، التقييمات زفت. ايه ده، في فيروسات، انا لازم احمل انتي فيروس، لازم احمل انتي فيروس. بهبهو ايه بقى، بهبهو ايه يا عم انت بقى، استنى الكمبيوترات متفيرصه يا عم. الشاشه الرئيسيه اهي، الابس لازم احمل انتي فيروس، لازم احمل انتي فيروس، فيروس انتي فيروس، داونلود داونلود انتي فيروس. ايوه كده، هوصل ل 2000 بس دولار النهارده، واقوم رايح ايه، انا مقفل على كده بس. ايه ده، طب سرق ازاي انت يا زفت؟ انت يا عم البودي جارد اداله حته بوريه. طب هات الحاجه اللي سرقها. طيب لا، البودي جارد لازم يكون اسرع من كده. ايه ده، البودي جارد راح ضربه. ايه ده يا جدعان، يا عم انجز يا عم، انا جايبك، انا بديك مرتب ليه يا عم الزفت انت؟ ايه، وبرده شقلب لي المحل، يعني انا جايب بودي جارد وبرده شقلب لي المحل الزفت الحرامي. ده ايه اللي احنا فيه ده؟ انا راح اقفل يا عم، خلاص يا عم، مش شغالين، مش شغالين يا عم، امشي امشي يا عم امشي. هتمشي ولا اقفل؟ خلاص يا جماعه، قفلنا قفلنا، شطبنا. انا هطفي النور اهو. طب انا طفيت النور، خلاص كملوا كملوا. الفيروس سكانر ده ايه ده، ده عشان اسكان هدفع تاني ازاي؟ باي بريميوم. طب اشتري البريميوم ليه؟ ماله المجاني يعني؟ خلينا
خلينا في الفري. بس هل الانتي فيروس ده لازم انزله على اجهزه اجهزه العملاء كمان، ولا انا كده يعتبر بعمل سكان للاجهزه كلها؟ ما هو بيسكان الاجهزه المتوصله بالنتورك. انا عامل شبكه في المحل بين الجهاز بتاعي والجهاز اللي موجود، انا ما عنديش غير جهاز واحد الزباين بيقعدوا عليه، فبعمل عليه سكان اهو. كان في فيروسات الظاهر بيعمل الوقت ديليتنج، اهو ديليتنج للفيروسات. طب لازم اقفل المحل؟ طب اعمل انت ديليت براحتك واقفل انا المحل بس. يلا عايز اروح انام، الساعه 3 الفجر عايز انام يا مرارتي. ده كل ده وهو كمبيوتر واحد اللي حلت في المحل، امال لو فيه لو عملت 10 اجهزه ايه اللي يحصل؟ طب يلا انا اروح انام بقى، اروح انام بقى. انا طفيت النور صح، انا طفي النور اهو، ولا لازم اطفي الكهرباء برضو يا جه. تمام يلا خلاص نطفي ده. روح نام بقى، روح نام انتوا، روح نام انتوا قاعدين ليه؟ هروح انام انا يلا. هنام 3 ساعات بس يا جدعان، يرضيكوا كده؟ يلا انا بس كده يا جدعان. يا رب تكون الحلقه بتاعت النهارده عجبتكم، مجرد ما اشوف 1000 لايك الحلقه اللي بعدها تنزل على طول. باي باي. Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you